عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي لاباس عليكم؟ بخير هانين، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناة فاتي أم أيمن. قبل ما نبدأ الوصفة ديالي بغيت نشكر كاع الناس اللي كيشجعوني وكيخليو لي تعليق زوين ومحفزة باش نزيد القدام، وكنقول لهم شكرا بزاف. كيف شفتوا في الأول ديال الفيديو، فالوصفة ديال اليوم عبارة عن مهلبية أو تحلية، كلها أو شنو كيسميها يعني على حسب كله المنطقة اللي كينتمي ليها، وكله شنو موالف يسميها. فاحنا بغينا نقولوا لها مهلبية. فلتحضير هاد المهلبية هادي غنحتاجوا لهاد المقادير اللي غنقول لكم دابا. بعد انا غادي نزوقها بشوية ديال الزبيب وشوية ديال اللوز، هما يعني اللي متوفرين عندي. فالتزيين كيبقى اختياري، ممكن تزينوها باللوز بالفواكه زعما جافة، ممكن تزينوها بالليمون يعني مع الفلون اللي بغيتو ديروا ليها. فانا هادي غادي نزينها بالفواكه جافه. وكيف كتشوفوا في التحضير هاد الوصفه هادي نحتاجوا لتر ديال الحليب، وواحد دانون فاني، وساشي ديال السكر فانيلا، ومايزينا، وسكر سنيده. كيف بغيت نوريكم هنايا، فانا المايزينا صراحه كنت كنشريها يعني في كرتونه في حالي في حال ايها الناس. تنصحتني الصديقه ديالي اللي كنشكرها، نصحتني هي وخماره، هانتوما كنتو حتى خمارات انا وليت كناخذو مع بعض، وليت كناخذ المايزينا وكناخذ خمارات مع بعض. فهاد الخمارات القرعه قداش هي، كانت عامره ب4 دراهم خديتها، وهذه كذلك ب 4 دراهم. شوفوا شحال فيها، احسن كاع من وكتدي، يعني بما انني كنستهلك هذا الشيء بزاف من الاحسن انني ناخذهم مع بعض. لقيتها الطريقه هذه اقتصاديه اكثر كاع، فبغيت ننصحكم بها كيف نصحوني بها حتى انا. يعني الا كان وحدكم كيبيعوا هاد يعني صحاب مواد ديال الحلويات، خذوا مع بعض احسن. ولا بار انا كندير معلقه ديال الخميره، هي 7 غرام ديال ساشيه ديال 7 غرام، كتدي بزاف بزاف يعني ما غاديش تندموا عليها، غير جربوها ومتاكده انكم ما غاديش تندموا. المهم باش ما نطولش عليكم اخواتي، فغادي ندوزو باش نحضروا الوصفه ديالنا. وكيف قلت لكم المكونات، غادي ناخذ واحد الاناء ولا كاسرول، غادي نديروا فيها كما كتشوفوا الحليب ديالي درت شويه دفا، غير دفا شويه، غادي نزيد عليه هذاك السنيده ديالنا والنشا كما كتشوفوا. انا هنا درتهم في كاس حيت كنصور بايد، يعني درتهم في كاس هيا اللي كتشوفوا. نجيبوا النشا ديالنا. غير دفا شويه، انا كنصور ما كيصور ليا حتى شي حد. هذا هو السبب اللي كيخليني كيصوروني بعض البنات كيقولوا لي علاش كتعطلي ما كتلوحيش فيديوهات بزاف. فالسبب الرئيسي هاد القضيه ديال التصوير مازال واحله فيها انا، عندي ما ندير، ما كاينش اللي يعاونني في بوحديتي. فغنبقاو نلوحو النشا بالتدريج، كنلوحو وحنا امنطو كنخلطو. كنخلطو. بالنسبه للحلاوه راه كتجي معقوله، يعني ما انا ما عنديش مع الحلاوه بزاف، ممكن انكم تنقصوا السكر اللي ما كيبغيش السكر بزاف، ما ديرش 4 المعالق، ولكن راه ما كتجيش حلوه. هاو نزيدها انا، غادي نبقى نخلط هذا الخليط حتى يولي تيعقد لينا، وغادي نحطو مع البوطا. يعني كيما كتشوفو بغيت نمشي معاكم نقطة بنقطة لقطة بلقطة. هو الخليط ديالي بدا كيعقد شوية، نقصرو البوطا وهانتوما معايا ينفو يعقد، غادي نحطهم فوق البوطا. ماما كيما كتشوفو الخليط ديالي بدا كيعقد شويه، وغادي ننزلو كتخلطو باش ما يترسخش داك. من الاول كتبقاو تخلطو باش ما يلصقش لينا لتحت.
دابا انا غادي فيض ليا صافي بارك هادي. انا هنايا كما كتشوفوا انا تقال القوام ديال الخليط ديالنا تقال. هنا حطيتهم على النار غادي نزيد عليها هاد الفانيا كما كتشوفوا غادي نزيد عليها هاد الفانيا وغادي نزيد عليه دانون ديالنا دانون فاني كتشوفوا خدمة بإيد وحدة صعيب الحال. المهم هنا زدت هداك دانون وهداك الفانيا وغادي نبداو نخلطو باش هداك القوام يولي كريمي مبقاش يعني مبقاش غير متجانس داك دانون مع داك الحليب اللي درنا شويه هكا صافي. وغادي نديروها في اي طبق بغينا نقدموه سواء مجموع سواء مفرق يعني كؤوس اللي بغينا. بالنسبه لطريقه التزيين راه غادي تشوفوها معايا باللي بغيتو بغيتو ديروها بالسيروم ديال الليمون بغيتو ديروها بالشوكولا بغيتو ديروها بالكراميل اللي بغيتو. فانا هنا غادي نديرها بالفواكه الجافه شويه اللوز وشويه الزبيب وشويه ديال التمر. وهذا هو الشكل النهائي ديال المهلبيه ديالنا ولا التحليه ديالنا. فانا هنا عطاتني 5 ديال الزليفات وزينتهم كيف كتشوفوا بالزبيب والتمر واللوز. وهذه درت فيها شويه ديال الكراميل كان عندي سائل وهادو خليتهم خاويين ما درت فيهم والو. المهم بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري كيف شنو ما بغيتوا ديروا فيها كديروا. هذا الشيء كيبقى على حساب الرغبه. فانا درت فيها هاد الفواكه الجافه لوليداتي حيت مفيدين ديالها كيجي عاقد والمنظر ديالها كيجي رائع والمذاق هائل. شوفوا الشكل ديالها كيشهي غير جربوها ما غاديش تندموا ان شاء الله. بغيت نقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم وصفه قادمه ان شاء الله.